الشمس طلعت والفجر بين صبحنا، خلونا نرسم بالأمل لوحة فرحنا، نريد ننسى للحزن ونشد جرحنا، خلوا المحبة اللي بيننا تفرج دربنا، الماضي ما نتذكره منا تعبنا، نحتاج نهضة جيل تجمعنا كلنا. ان شاء الله محتاجين واريدك تجي لنا النوم ان شاء الله، احنا بحاجه هالوجوه الطيبه. الله يخليك، شكرا والله العظيم، يعني بلا ياكم احنا ما نسوى لا شيء. لا العفو العفو والله عرس، تسلم. وجايكم عزيز علي، احنا حاليا في مخيم النازحين في الدوره. كل امنيتي وطلبي انه تكون سنه 2017 سنه عطاء لا اخذ. اصعب شيء في الحياه هو انه الانسان يكون محتاج. حتى أنت تتداوى وتتشفى في نفسك وتتعافى، نحتاج أن نعطي. في العطاء شفاء، في العطاء تداوي، في العطاء راحة نفسية، لأنه مغبوط من العطاء أكثر من الأخذ. تريد 2017 تكون حلوة وتكون بركة وتكون مرتاح وتكون طالع من مشاكلك، أنطي، أنطي وقتك، أنطي مالك، أنطي ملابسك، أنطي كلمة طيبة، أنطي أي شيء تقدر تقدمه أنت للناس حتى تسعدهم. إذن سنة عطاء لا سنة أخذ. يلا وانا يوسف وعبد الله، هذا الدمع جرح جفنا، جرح جفنا، جرح جفنا، وعيون باكر بالحلم سفرنا بيها، نجومنا بنور الوفا مدت ايديها، القمر هاي بينت نعبر عليها. نهضة جيل تجمعنا كلنا، تجمعنا كلنا.